قبل بثلاث سنوات كان عبد الله الإدريسي على موعد هام تمثل في مباراة العبور إلى كأس إفريقيا برواندا. حينها كان جيل عدنان الوردي يشق طريقه بهدوء لتجاوز عقبة غامبيا، البلد الذي يمتلك تقاليد راسخة في الكؤوس الإفريقية. اللقاء الذي احتضنته مدينة خريبكا كان فرصة للدخول التاريخ، إذ لم يسبق للمغرب وأن شارك في كأس إفريقيا للفتيان. درتو دي سوليسيون باش نمشيو بالانديفيديوال بوحدكم باش ماركين، وكاين اللي كيمشيو لك بجوج ثلاثه حنا نربحنا معاكم في هذه السيمانه هذه القضيه مزيان، ولكن خصك فوكونتيني ريستي او جروب، بقاو اون جروب، بقاو مجموعين لين ما يتشتتوش، بقاو مجموعين مجموعين ولا تجي غادي تجي. فوز الأشبال بهدف أنس الورداني لم يؤمن التأهل للكان، إلا أن الأمل ظل معقودا على مباراة العودة بكيغالي. أعتقد أنها مباراة صعبة، سنخوض المواجهة بغامبيا أمام خصم محترم جدا. أكيد أن فوزنا في مباراة الذهاب أسعد الكثيرين، لكن ومع ذلك تظل المواجهة غاية في الصعوبة. حينها كنا نتوفر على جيل موهوب، أغلبهم يمارسون اليوم بالبطولة الاحترافية، بل منهم من احترف بأوروبا. يتذكرون بأسى كبير كيف عصفت بهم رياح كيغالي العاتية بعيدا عن كأس إفريقيا. رجعتني لغامبيا اللي لعبنا في خريبكا، ومطبيعة الحال وربما كان لك أول سجل لك سي سفيان ديال الأسود، بقى في الذاكرة من طبيعة الحال. وما ننسوش كذلك أننا ربحنا تما الدراري ديال المواليد 94، ربحنا غامبيا اللي كان عنده واحد الصيت كبير على مستوى الإفريقي، ربحنا بأن زورو وربحنا من طبيعة الحال رغم أنه كان ربحنا كذلك ديفيسيلمو. ومشينا لغامبيا كانت ظروف خاصة في اللي كتجلى فيها الممارسة ديال في افريقيا، بمعنى البارحه ديال الماتش والتيران عمر الماء البرد، وما كناش كننتظروا بان حتى المباراه غتكون غتجرى. مرت الأيام بسرعة، يشاء القدر وأن تنظم النسخة القادمة على أرضنا. رحلة لومومباتشي منحت المغرب شرف تنظيم كأس إفريقيا 2015 ومعه كأس إفريقيا للفتيان. المبادرة لقيت حينها استحسان الجميع، كيف لا، هي التي أدخلتنا قائمة المشاركين، الأمر الذي لم نتحصل عليه عبر تصفية تحوم حولها عدة شكوك. دارت عملية جميلة جدا، كان ديك الساعة المشرف عليها الرئيسي وهو مسيو جون بيير مورلون اللي كان ديريكتور تكنيك ناسيونال اللي كي سوكيبي اوسي دي زيكيب ناسيونال دي جون. كانت تباري ديال اسبوع ستة ديال لي ليغ، والاسبوع الثاني الموالي كانوا فيه ستة ديال لي ليغ، وكان او ميم طون لي ليغ كيلعبوا باش ياخذوا لا كوب ناسيونال، و او ميم طون حنا كنخدموا بالعمليه ديال التنقيب اولا ديال اون بري سيليكسيون دي جوار اللي هما مزيانين من طبيعه الحال. بعدها مباشره عاد عبد الله الادريسي وطاقمه للاشتغال على تهيئ منتخب قادر على مجابهة كبار إفريقيا.
الكأس التي تعتبر بوابة عبور إلى كأس العالم. عملية الترقيب استمرت لشهور عدة عبر العصب الجهوية بتنسيق متواصل مع روبر فيربك عين المشرف العام على منتخب الفتيان. ممكنش نمشي عادة نخدم معكم خصنا نطلقوا معكم حنا من المستوى اللي كنتوا فيه الساج اللي فات اللي كيقطع ملي كيمشي من هنايا وكيخدمش مزيان في الكلوب ديالو اوتوماتيك ممكن يجي خاوي ولا جا خاوي خصو يتسنى مثلا يجي واحد اخر اللي يكون زايد في المستوى ديالو غياخذوا البلاصه. حصيلة شهور من التنقيب منتخب بطاقات واعدة عيبها أنها تؤدي ضريبة التكوين السيء بعدد من النوادي ما لم يمنع من ركوب جياد التحدي بكأس إفريقيا. ديروا بالكم بأن في الماتش ديال الجرون كازا ديال الضرب ديال الكبرى ولا ديال المكنسة فيلات راه إلا بان لنا شي واحد وبان شي واحد اللي هو مزيان غنعيطوا ليه ولا عيطنا ليه بمعنى راه غياخذ بلاصة واحد آخر اللي هو هنايا. إذ ما تخليوش هذه الفرصة هذه حاولوا تجتهدوا حتى أنتم وملي تعطيكم الفرصة كل يدير اللي عليه وانتم كلكم مزيانين انتم راه تختارتوا 24 واحد راه تختارتوا من بين 104 ديال اللعابه كيبان دائما الاجتهاد ودائما لا بريسيون تكون دائما لا بريسيون خاطر باقي صغار من دابا واللي نعس كبر راسو نعس ماشي سوق تحمل المسؤوليه واللي وجد هو اللي غيبقى اللي وجد هو اللي كنزيدو به فهمنا. الميزه ديال التنظيم ديال كاس افريقيا هنايا في المغرب اولا جميع المنتخبات اللي غادي تجي لعندنا في 2013 غالبا حين ما غتكونش مزوره بمعنى انه عشنا هاد وتدمرنا بزاف من هاد العمليه ديال ان لي زيكيب افريكان كيلعبوا ان افكتيف غالبا احيان مزور وكيجيو لي فاز فينال النهائيات وكيجيبوا فريق اخر. المغرب هو اللي غادي ينظم هاد ناس كاس افريقيا غنحاولوا نبذلوا مجهود كبير باش نشرفوا المغرب. مضت الشهور بسرعه البرق لتتضح مع ملامح منتخب اقل من 17 سنه الذي تشكل من انديه تمارس بالقسمين الاول والثاني. الطاقم التقني استغل المشاركه بدور اليوناف ليستعد بما فيه الكفايه لحدث اجريت قرعته قبل ايام قرعه وضعت المنتخب بمجموعه ضمت منتخبات بوتسوانا الغابون وتونس. كاين الطرح اللي كيقول بان المجموعه باء حيت فيها نيجيريا وحيت فيها غانا وحيت فيها كوت ديفوار وحيت فيها الكونغو اصعب واقوى. انا كنظن بان حتى البوتسوانا حتى هي غتكون قويه وحتى علاش حيت خرجت الفريق ديال الجزائري اللي كنعرفوه ومارسنا تنافسنا معاه وحتى هو فريق قوي. بطبيعة الحال حنا كنعرفوا بعض الاسماء اللي سمعنا عليها انها كتميز وساطعه بطبيعة الحال في الدوريات ديال اوروبا ولكن كنظن ما كيخفاش عليكم بان الموضوع بطبيعة الحال ديال التنقيب وديال ديال 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 اللاعبين المحترفين فهو من اختصاص ديال المدير الرياضي السيد بين فيربيك. شنو اخر سمير شنو لي رمارك اللي درنا لك اصلا لي ديبلاسمون في التيران بمعنى ديفونس ديالنا عند البالون نعرف كيفاش ديبلاسمون شنو نعطيهم لا سوليسيون باش يلعبوا وشنو في لا رولاسيون ديالك مع الصبار اشنو اللي خصو يكون نهضروا مع لي زاتاك تاعهم باش ديبلاسمون في جورنال. اوكي وليد نكونوا قراب والكوميونيكاسيون تكون مزيان بزاف صحيت كنا فهنا في بروميميت شفنا كن ديفونس قراب للميليو وما بين الميليو لي زاتاك وبعاد بزاف وفي دوزيام ميتاق راه حاولنا نقربو وخلقنا لهم فرص كثيرة. اوكي الحمد لله هاد الساعة حنا غاديين متبعين التعليمات ديال الاطار التقني ديال الناس عبد الله الادريسي الحمد لله ان شاء الله نحاولوا نزيدوا نولوا اكثر انسجاما ان شاء الله باش نكونوا مزيانين الحمد لله ما يكون الخير ان شاء الله في 2013 ان شاء الله. حنا كنوجدوا ليها وكنوجدوا لها بجد زعما
هاد التورنوا ان شاء الله لا نديرو في الدي ديال لوناف ان شاء الله غادي تعطينا واحد المنحه ان شاء الله باش نكونوا واجدين ان شاء الله في كوب دافريكا 2013. دوري اتحاد شمال افريقيا ضعف ثقته في منتخب قد يصنع غدا افضل الكره بالمغرب. لقب الدوره زاد من اطمئنان الطاقم المشرف علما ان موعد الكاس الافريقي على الابواب. هانك دويت تقمص دور المراقب هذه المره والاستعدادات في ذروتها للمشاركة بدور بينيدورما الدولي بإسبانيا بعد المشاركة قبل شهور بدور مونتيغيو الفرنسية. الاستفادة الكبيرة وأننا إلى لاحظنا مثلا المستوى اللي ضرب به جبيرة والمستوى اللي ضرب به عمار العرجون وكذلك المستوى اللي ضرب به الصبارة واللي شافوه الناس باقي ما شافوش مثلا سعود وما شافوش بعض العناصر الأخرى. ف إلا قدرنا أن هاد اللاعبين هادو ثلاثة قدروا يبانوا بأنهم المستوى ديالهم حتى هو بحال المستوى ديال اللاعب الأوروبي راه هذا إنجاز. وهذا الإنجاز هذا تأتانا لا من المشاركة من طبيعة الحال في مونتيغو ومشاركة في بنيدورم ومشاركة ديالنا في الألعاب ديال الاتحاد العربي هادو كلهم هاد الممارسة على الصعيد الدولي فلا بد زائد ممارسة داخل الكلوب فلا بد ما كتعطي هاد هذا التفوق هذا. اللي بلا مش واحد ومش واحد اللي هو مزيان غنعيطوا ولا عيطوا لي من راه ياخذ راسه حر اللي هو هنا واللي نعس دبر راسو واللي وجهه ولا يبقى اللي وجهه ولا يزيد. بنيدورم وضعت الأشبال أمام اختبار هام للقدرات أمام منتخبات عالمية منها من توج بآخر نسخة لكأس العالم. الأمر يتعلق بمنتخب المكسيك. عدة أمام منتخبات تمثل مدارس رائدة كشفت نقاب عن مواهب باستطاعتها صنع الفارق كوليد الصبار وسمير الزعري والهداف زهير مترجي وعدد آخر من الأسماء التي غطت على تواضع عدد من اللاعبين. الاتحاد الأوروبي بطاطا فريت الظروف كانت مهيئة لمنتخب وطني وجد نفسه أمام محطة بطل العالم المكسيك. عبد الله الإدريسي توصل لقناعة بأن الفوارق تظل كبيرة بين أبنائه والعالمية. طرح أكده نجم فالنسيا والمنتخب المكسيكي الأول أندريس غواردادو. إنهم فريق بمستوى جيد يضم مهاجمين مميزين يمتلكون مؤهلات تقنية وبدنية محترمة. في المقابل يجب العمل على تجاوز بعض الهفوات على مستوى خط الدفاع. خسرت مباراة المكسيك
واعتبرت ربحا هاما للمجموعة التي لعبت في حدود إمكانياتها وكانت قريبة من إحراج بطل العالم. حاول تبعوهم 100%، داكشي اللي قال لك ديرو حتى الجولة الروبو ولا كتبعو باش غدا تقدر تلعب ونغيرها. ولكن راه خسرنا فهمتوا، باش ما خدوش داك لار ديال راه هانيه، لا راه سي اونجستري المغرب خسر، تفهمنا ولا لا؟ ما تنساوهاش، لعبتو مزيان وي لونا بيردي. الجوله الختاميه للبطوله كانت بانتصار مقنع امام اذربيجان، ما اسعد كثيرا مواهب المستقبل. وليد الصبار كان مفاجأة الدورة بامتياز، إذ تم اختياره ضمن التشكيل الذهبي. الدورة احتل خلالها الأشبال المركز الرابع. درت واحد المجهود وأنا كنت حاسب أن غادي ناخذ أحسن لاعب، ودرت واحد المجهود وهذاك المجهود كنستحق عليه هاد اللقب. عبد الله الإدريسي بدا مرتحبا لحصيلة المشاركة بدور بنيدورم. الحمد لله المنتخب المغربي ظهر في واحد الصفة، واحد الوجه مشرف جدا جدا على مستوى ديال التنظيم ديال اللاعبين داخل الملعب، على مستوى ديال التنشيط الهجومي ولا كذلك التنشيط الدفاعي رغم الهفوات اللي كاينين. كنطلب من الناس اللي من المدربين ديال هاد اللاعبين في داخل النوادي انهم يشتغلوا معنا في هذا الباب هذا كذلك، خصوصا مثلا المترجي زهير لاعب الوداد البيضاوي اللي الحمد لله برز وهو غيعطي النتيجه، وحتى في الوداد دابا راه طلعوه ولا في ليكيب اسبوار. كلمته اخفت الكثير من التوجس حول مستقبل المنتخب، هو الذي طالب منذ شهور بضم عدد من المحترفين للمجموعة لسد الخصاص الذي كشفته شهور من الأعداد وتأكد خلال دورة بنيدورم. نهاية الدوري كانت بمباراة استعراضية للأطقم الفنية للمنتخبات المشاركة. الحضور المغربي كان محط إشادة من أسماء وازنة في عالم الكرة. اول واحد سي سفيان اللي قلت لك بصفه غير مباشره، قلت لك بالحرف ما نتفاجئوش الى وقعوا ان ديبولاريزاسيون ديال ليفيكتيف ما بين لي جوار لوكو المحليين ولي جوار اللي كيمارسوا على 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 في اوروبا. وكان كانت اللقاء كان بالضبط من بعد اللقاء اللي درنا مع النيجر، فكان عندنا دي دوني من بعد لا بريسيليكسيون اللي دارت في المعموره سور 23 جوار بازي على لترونجي، وكان عندنا معلومات وقناعات من بعد المباراه الاخرى اللي درنا مع النيجر بالدراري ديال لوكو، وتما فين كان هاد الاخذ والرد. وفي الاخر تبعنا بفكره من طبيعه الحال بانه
لابد ما توقع هاد لا ديبولاريزاسيون ديال ليفيكتيف ديال ليكيب ناسيونال ونعيطوا على بزاف ديال اللاعبين اللي كيمارسوا بطبيعه الحال على في اوروبا. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. دار زمان دورته، النسخة العاشرة لكأس إفريقيا تفصيلنا عليها أسابيع معدودة. بالمعمورة كان الحدث المناداة على عدد من الطيور المغردة بأوروبا. بيم فيربيك تأخر كثيرا قبل أن يكشف على لائحة المحترفين. الانطباع الأول أكد أن عددا منهم يستحقون مكانتهم ضمن لائحة الكان. زدت هنا، زدت في المغرب بغيت نلعب المغرب، كما نسيتش بلاد. احنا حكا من اللعب من برا عندنا بزاف لا تكنيك و لا فيتيس، و غادي نديرو البوسيبل باش نجيو للمغرب الفلافي هنا في نادي. معطى لم يمنع عبد الله الإدريسي من مواصلة العمل مع لاعبي البطولة، هذه المرة في ظل حضور بيم فيربيك الذي أمضى أسابيع كثيرة بأوروبا للبحث عن مواهب المستقبل. مباراة النيجر الودية كانت الاختبار الأخير قبل الإعلان عن اللائحة النهائية. بالنسبة للمنتخب الافريقي هما كيعتمدوا اكثر على اغريسيف، كيلعبوا اغريسيف، وحنا هادشي ما مخوفينش منه، حيت حنا حتى حنا باغيين نبينوا لهم حتى حنا باننا قادرين باش نلعبوا مع اغريسيف، ولا كانت شي حاجه اكثر من اغريسيف نبينوا لهم حتى حنا شي حاجه عندنا اكثر من اغريسيف.
لدينا مجموعة متكاملة، حاولنا اختيار أجود العناصر على مستوى كل الخطوط من اللاعبين المحترفين. الإصابة أي لاعب كيتصاب في أي لاعب كيتجي بهاد الفترة ديال الإصابة، وهاد الإصابة ما تأثرش لي بأنني ما غنكونش إن شاء الله بكوب دافريك، ولكن نقدر نكونوا كاع يدوزوا الزملاء ديال الكوب دي مون نكون معاهم إن شاء الله. المفاجأة كانت إبعاد توابت المنتخب الذي رافقته لما يقارب سنتين ونصف من الأعداد مقابل ربط الوصال مع 16 محترفا وضعوا أمام الاختبار أياما قليلة قبل مباراة الافتتاح، خطوة غير محسوبة العواقب أتت في ظرف صعب جدا. البيضاء وضعت مشروعا جميلا رافقناه منذ بدايته أمام الاختبار، موعد الغابون الافتتاحي رسم البسمة على محيا جمهور هارم من شدة الإخفاقات. نبيل الجعدي ومحمد المعزاتي ووليد الصبار وعدد كثير من اللاعبين عزفوا جميعا على أوتار المتعة في طريق إلى المونديال. مزيانين طبقنا داكشي ديال سعد الله إدريسي، تمكننا من الفوز الحمد لله، داكشي بفضل الله والخدمة ديالنا إن شاء الله. باقي إن شاء الله بقى نقولوا كلمة ديانا الشعب، كنا واحد المرحلة الأولى وبقى عندنا المرحلة الثانية إن شاء الله هي الماتش الثاني ضد بوتسوانا، كنت منها الشعب بالفوز باش نتأهلوا في الماتش الثاني إن شاء الله. رانا عارفين باللي غادي ماشي بحال ديال كابون ماشي راه هكا دايره الكرة، المهم حنايا قدام اللعب كنتشامعوا كنطلعوا كنعطيو كلشي للمنتخب. كي درتوا مع الدراري صحابكم تلعبوا معهم المرة الأولانية؟ ديما المرة الأولى ديما واعرة، المرة الثانية تجي أحسن. بارك الله عليك بارك الله عليك. وبغيت نسلم على نسلم على شي صحابي صحاب العروي صحاب الناظور وصحاب بنيوكيل. صافي السلام عليكم. من هو البا فؤاد؟ أجواء تبعت على التفاؤل، انطباعات إيجابية تركت أثرها في نفوس اللاعبين، انسجام بين المحلي والمحترف أثمر توليفة قادرة على صنع التميز بكأس إفريقيا. Comme il a dit, c'est un honneur de jouer pour l'équipe nationale du Maroc. C'est une fierté. Comme on l'a dit, c'est la première fois. On ne s'entendait pas à ça, vu que tout le monde sait qu'on se connaît depuis même pas deux semaines, tandis que les autres se connaissent depuis deux, trois ans. Et t'arrives à faire ça, c'est extraordinaire. Dire le blason dans le cœur. كيفاش علاش تمنيت نلعب الكيب؟ علاش تمنيت نلعب؟ 2004 كنت كنشوف فيهم وعجبني الحال، كنت باغي انا نلعب مع الكبار. صافي مازي 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 مين كنت صغير هكا كان عندي شي 6 سنين كنت كنشوف الفهامي الجزائري وعجبوني حتى انا بغيت نلعب نيبات نيبات وبغيت نلعب لبلادي زدت هنا كلشي مزيان. يلا عندي انا لونطري مو خصني نطلع الله يعاون فيك. هو المفيد هذا كنلعب مع كابون جابوني. بعيدا عن كل التوقعات اظهر المنتخب الوطني كعبه العالي امام الكابون، اصرار نبيل الجعدي ورفاقه على نيل الرضا والعبور بامان للامارات العربيه المتحده كان مثيرا للانتباه. مباراة بوتسوانا
كانت الأهم في مشوار الألف ميل. ضغط من نوع خاص رافق الجهاز الفني واللاعبين. ستكون المرة الأولى في حالة تحقيق الفوز سيتمكن خلالها المغرب من حضور مونديال الفتيان. إصرار المعزة وقتالية العرجون ودهاء الجعد وتميز باقي اللاعبين في مجابهة خصم مجهول قهر المنتخب الجزائري وعبر الدورة كانت مفتاح الفوز. لحظة صعبة عاشها الإدريسي يعلم أنها المرة الثانية التي سيحضر خلالها كأس العالم بعد مونديال الشباب 2005 كمدرب مساعد. هدف ثلاثة في مرمى كيا جيلي قاربت المسافات بين البيضاء وأبو ظبي. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est mérité. On a bien joué. On était sérieux jusqu'à la fin. On ne s'est pas laissé faire. Alhamdoulilah, ça a tout qualifié. Inch'Allah, la finale, pourquoi pas? Inch'Allah, pourquoi pas la finale? Inch'Allah. Félicitations. Merci, félicitations. Merci beaucoup. هدف ديالنا هو تأهل للنصف النهاية واللي كتدي لكأس العالم اللي في الإمارات. ديما كنقولوا بأن الفريق هذا كيكبر مع مرور المقابلات، فاليوم شفنا كرة حديثة، شفنا لقطات، شفنا ان جو فير لافون اللي كانت نتيجة إيجابية، وكنهني هاد اللاعبين هادو على هاد النتيجة. كحفزنا بس إن شاء الله نتأهلوا الديمو فينال، إن شاء الله نكونوا في فينال إن شاء الله، علاش وتأهل ديال الكوب ديمو إن شاء الله اللي غادي يكون في الإمارات إن شاء الله. C'est un plaisir de jouer pour le Maroc. J'espère qu'on va continuer comme ça et on va aller loin en Coupe du Monde, Inch'Allah. On va représenter le Maroc en Coupe du Monde. Yeah, it's beautiful for the whole team. We work. شيء جميل أن نحقق تأهيل إلى المونديال. كنا الأفضل في المباراة وتمكنا من تحقيق المراد. You can speak a little Arabic. Yes. No. Nothing. Just words. I understand it, but I don't just speak. Just words. No. Two words. Yeah. Inshallah, Bismillah. هو جيل استثنائي حقا، ذلك الذي تبعناه وكسب احترامنا في ظرف وجيز. هي بادرة أثمرت الأمل الذي تحول إلى سراب قبل أسابيع. Thank you.
يسعنا حقا إلا أن نترك لكم جزءا من حياة هؤلاء. عمر العرجون ونبيل الجعدي تقمص دور صحفية في جو حميمي لا يحتاج منا لأي تعليق. كابتن في جو الماتش كم معنا بعضي يا مكيلة فاتح ماتش أو خوصي أروخ عربية عربية ماتش زم زيون زيون ربحنا و شحال سير غديس دو يدمي لا تحلق معك شحال ويت سغديس ويت سغديس حمزة فيها مكينش ها واحد عشر شنو ماتش على عشر تفقكم يا ويت يدمي كيف جاك الماتش مزيان ربحنا كوب دي موند ربحتو كوب دي موند مشينا كوب دي موند شنو ناوي نديرو في كوب دي موند مشو لا فينال شو لافينا انا نقول بكوب افريقيا دابا واش ديروا في كوب دافريك نربحوها هذه نربحوها حاجه باينه عندكم ما تفكروها اه عوام ديالنا شويه ترى معنا تاع الفلوس قول عوام قولوا كي كتعاون في لابيس كنعرفش نعاون اش قداش وما كيعرفش كيف جاك الماتش شويه مزيان مزيان اه ايوا On a joué bien hier et on va gagner Coupe d'Afrique et jouer la finale Coupe du Monde. Hein, tu vas voir. Ouais, ça fait... Vas-y, parle. À notre numéro 15, mon fils. Attends, je vais te parler. Comment s'est passé le match? Match s'est très bien passé. Et sur le banc, c'était bien? Magnifique. T'as aimé? Franchement, il fait du chaud. Il fait chaud. T'avais une envie de rentrer dans le terrain? T'avais une envie de rentrer sur le terrain? Non, j'avais pas envie. Ah, j'avais très envie. Bon. Moi, maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Et... Milou, je t'aime. Milou, je t'aime. Dédicace à Moussa derrière les barreaux. Ah, Bilal, tu notes combien le match? Quoi? Le match. Le match, il était bien. Non? Mais tu notes combien? Ah, 9,5. Ouais, 10. Check. 11, même 11. 11 sur 10. 20 sur 20 même, non? 21. Ouais, 21, c'est bien. Et toi, t'as bien joué? On a tous bien joué. Ouais. Même le banc. Hein. Ah, même le banc. On est une équipe. Voilà. Tu vois, maman, je t'aime. Papa, Nadir, Dina, tout le monde. Bon, Sofa est de retour. Inch'Allah. Le début d'une calvitie. C'est pour parler du match. Comment tu as trouvé ça, le match d'hier? Alors, je l'ai trouvé... vous avez très bien joué hier. Je vous souhaite bonne continuation, Inch'Allah, pour le prochain match, Inch'Allah. صافي هو راه قال لعب مزيان ما قدرش انا نقول لعب فريت على فريت هي حصيلة ثلاث سنوات قدر لنا ان نعيشها بادق تفاصيلها بلوغ المونديال لم ياتي بمحض الصدفة كما يظن البعض عمل ومثابرة وجد وايمان كبير لمواهب تمارس ببلد انجب الكبار في عدة ميادين ورفاق لهم من مغاربة أوروبا تجمعهم روح واحدة قدر لها أن تدخل التاريخ يوما ما هنيئا وإلى اللقاء في حكاية سعيدة أخرى تنسينا أقراحنا وأحزاننا مع كرة القدم. ما عمر المغرب من 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 من
ما نديفينيوه بالاسباس جيوغرافيك. المغرب ماشي هو من طنجة للقويرة، المغرب أكبر من هذا. الانتماء ديالو أوروبي، وربما غيجي حتى في أفريك، حقاش كاينين الجالية المغربية اللي كت اللي دابا ولدات وعندها وليدات في أفريك، راه حتى هما جايين. إذن النظرة تكون موسعة وما نسدوش الباب، ولكن ناخذوا ليكزومبل من الخدمة اللي كدار من الناس اللي ناجحين أوروبيين، كيفاش كيخدموا كيفاش كيديروا، بمعنى أنه ربيت نرجع لسونتر دو فورماسيون بروفيسيونيلمون كونسو و بروفيسيونيلمون اوبيراسيونيل.